من وجهة نظرك التشكيل الأنسب للأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية؟ الأنسب للأهلي طبعا يكون مصطفى الشوبير في غياب الشناوي، ومحمود متولي، وعبد المنعم، ومعلول، وعمر كمال، وإمام عاشور، ومروان عطية، وكوكا، وتاو، والشحات، وسام أبو علي. الزمالك مش قوي يعني في الزمالك، بس ممكن يكون عواد، والدفاع مش عارف حد قوي. الوسط عبد الله السعيد، وناصر ماهر، ودونجا، والهجوم زيزو، وناصر منسي، وشلبي. والله بما اننا نشجع الأهلي فأقول الأهلي الأول، يعني هو أكيد شوبير، أكيد شوبير في الجون يعني، وورا أكيد عبد المنعم أساسي طبعا، ده رقم واحد، ومعاه رامي ربيعة هو اللي جاهز دلوقتي يعني، هاني على اليمين، ومعلول، واساسي طبعا امام، ومروان مروان مروان عطيه برده، ولو حسين الشحات جاهز برده ممكن، ولو بيرسي موجود، وابو علي وسام ابو علي. بس الزمالك هو في لعيبه اساسيه زي مثلا مش عارف، الزمالك وقع مني شويه مش عارف. نبدا بالاهلي الاول. التشكيل مصطفى شوبير نديله برده الماتش ده عشان ما ينفعش ان احنا نموته برده بده كله. محمد عبد المنعم، ياسر، ولو محمود جاهز يبقى بديل معاه. وعندك بالخط اليمين هنركب محمد هاني، وننزل عمر كمال، معلول ده اساسي. وعندك الاثنين خط النص الجداد هنلعب بامام عاشور او عمرو السوليه، وهنلعب خط الهجوم حسين الشحات، واحمد عبد القادر، وبيرسي تاو. الزمالك صراحه في شويه لعيبه يعني، ندي زيزو، هما في شويه لعيبه كتير بس مش حافظهم كلهم. ندي خط الدفاع، لازم خط الزمالك يلعب على الدفاع شويه عشان عنده خط الدفاع تعبان، وخط النص ما يعملش الاخطاء اللي عملها في مصر المقصر. هو انا زملكاوي، عواد في حراسه المرمى. نبدا مثلا بخط الظهر، هنقول دونجا، فتوح، احمد سيد، زيزو، شيكابالا. هنحط مثلا معاهم في وسط الملعب ناصر ماهر، عبد الله السعيد. والاهلي ماليش في الاهلي قوي بصراحه. هو الاهلي بقى المفروض يقضى شويه علينا، احنا كمان عايزين نتنفس شويه يعني، البطولات كترت وكلام من ده يسيبنا شويه. وبالنسبه اكلمك عن الاهلي، انا كنت اهلاوي بس مبطل كوره بقالي فتره يعني عشان المستوى نزل. انا بحب احمد عبد القادر، مش واخد وضعه، المدرب ما بيلعبوش وده غلطان. انا لو يلعب، حتى لو هو تعبان جدا وبيلعب، ده بيفكرني بالخطيب وبمتعب وبالناس دي يعني. بس المدرب الظاهر بيعاقبه ولا ايه؟ ما ينفعش احمد عبد القادر، بس ده انا بفضله. واتمنى الجون يبقى شوبير حلو، بس بعتقد هم بيجاملوه يعني عشان والده يخش في جوان ما يصحش ابدا يعني. يا ريت الشناوي يلعب. باقيين بقى يعني كهربا، هو بيلعب حلو بس بالبركه، انا كنت لعيب قديم برده وكده، بس كهربا بيلعب حلو، يلعب محظوظ يعني. بس هو يا ريت يلعب احمد عبد القادر، هجيب جونين ان شاء الله. وهناك اتوقع هناك ممكن يتعادلوا 1-1. تشكيل الزمالك، انا مش زملكاوي، مش حافظهم قوي، بس يعني للاسف مش حافظ حد فيهم يعني. ممكن زيدان، ده انا زيدان لعيب جامد قوي، بخاف منه ويلعب مع الاهلي، بخاف منه بصراحه. بيفكرني بعلي خليل، ليه طرشه كده ويجيب اجوان مش متوقعه يعني. والله انا شايف ان التشكيل الانسب للاهلي اللي هو كان لعب بيه اخر ماتش ده تشكيله مناسبه للنادي الاهلي يعني، واتمنى لهم التوفيق يعني. والزمالك التشكيله طبعا الاخيره دي ما تنفعش، وفكره ان هو يريح اللعيبه دي مش فكره، ضيعت منا 3 بونت يعني، كنا نبقى في مكانه احسن في الجدول. لكن التشكيله اللي يبدا بيها انا شايف ان هو انسب تشكيله اللي احنا لعبنا بيها ماتش العوده قدام فريق الغيني. توقعاتك ايه لمباراه الاهلي والترجي بتونس؟ في تونس ان شاء الله تخلص تعادل او 1-0 للاهلي، ونعوض ان شاء الله في القاهره. ماتش الاهلي والترجي هو الاول، الماتش الاول هيبقى بره، هيبقى في تونس الاول ان شاء الله يعني، نعمل نتيجه كويسه يعني. انا شايف لو مش صعب ان احنا نكسبهم يعني، لو التعادل ايجابي كويس، لان جون بجونين بره، فلو التعادل 1-1 او كده يبقى احسن من 0-0. بس اتوقعي يعني ممكن 1-1 ان شاء الله يعني، بس الماتش الاول هيبقى بره برده، هيبقى في المغرب يعني، ربنا يوفقهم برده. لو تعادلوا نفس الاهلي، لو تعادلوا 1-1 ولا حاجه برده، نتيجه كويسه جدا يعني، نتيجه حلوه ان هم يقدروا يرجعوا مثلا يجيبوا جون هنا او حاجه، او 0-0 حتى ممكن يبقوا كسبانين برده. احنا ما نقدرش نقول الاهلي هيكسب هناك عشان الفريق ده بيلعب على ارضه حلو. نتوقع 0-0 ونجي هنا ان شاء الرحمن هنفوز 1-0 ان شاء الرحمن. ان شاء الله برده الاهلي يكسب باذن الله، دي الروح الرياضيه بتاعت الزمالك، كله يكسب باذن الله، وهنقابلهم في السوبر الافريقي واحنا نكسب باذن الله الزمالك. نفترض نقول 1-1 ان شاء الله، ده يبقى انجاز للاهلي، لان هم هناك الجمهور بيغلس، يقولوا حاجات في الفندق، يقولوا حاجات تحت الحزام يعني، مش جدعان يعني، مفيش اخلاق رياضيه من زمان. ده مره زمان انت لسه ما اتولدتيش كان منتخب بيلعب هناك، وحدوا لهم بينج وحاجات في الاكل، وجابوا لهم ستات لمؤاخذه في الكلى يعني، بوظوهم، قالوا 4-0 ولا 5-0، كانت فضيحه يعني. فريت نتعلم ونحافظ على لعبتنا، مفيش هناك واتس ولا اعلام ولا نت ولا حاجه، المدرب يحافظ عليهم عشان يلعبوا صح يعني. مباراه الاهلي والترجي انا متوقع ان النتيجه تبقى هناك
صفر صفر او واحد واحد يعني، هي تنتهي تعادل وان شاء الله يعني الاهلي يحسمها هنا. وتوقعاتك ايه لمباراه الزمالك ونهضه بركان في المغرب؟ المغرب ان شاء الله الزمالك يرفع راسه المره دي ونقابله ان شاء الله في النهائي السوبر الافريقي ان شاء الرحمن. الزمالك تكسب عشان عندنا يعني امل ان الزمالك تكسب عشان يرجع للبطولات، واللعيبه دي كلها اما البطولات ترجع لها اللعيبه ترجع للعبها الاساسي، ويبقى عندنا تشكيل في منتخب مصر الاهلي ان شاء الله هنكسب باذن الله ان شاء الله. خلاص يعني العهد بتاع الزمالك القديم انتهى، في عهد جديد وفي انتصار جديد باذن الله. اتمنى يكسبوا بس مش متوقع يعني، اتمنى يكسبوا ويتعادلوا على اقل حاجه. لكن لو سالتني الاهلي هنا هيعمل ايه، 3-0 ان شاء الله في العوده. والله انا متوقع الاداء نهضه بركان والزمالك في الماتشه الاخيره، فاتوقع ان الماتش بنسبه كبيره ممكن ينتهي، هيبقى فيه اهداف يا اما 1-1 يا اما ممكن يبقى اكتر من كده. وانا اتمنى الماتش يخلص 0-0 او نقدر نسجل يعني هناك عشان الموضوع يتسهل علينا هنا اكتر.